تواصل وزارة الداخلية تفعيل مبادراتها الإنسانية لتحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع. وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واصلت الداخلية توجيه قوافل المساعدات العينية والطبية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجاً. مبادرة حياة كريمة أطلقها رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً. وفور إطلاقها بادرت وزارة الداخلية بالمشاركة فيها لتخفيف الأعباء عن تلك الفئات من خلال توجيه قوافل طبية وخدمية للقرى والأحياء الأكثر احتياجاً تحت مظلة كلنا واحد معك في قريتك. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك وأعدت وزارة الداخلية قوافل طبية ومساعدات عينية توجهت لعدد من القرى بنطاق عدد من المحافظات لتقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين وتوزيع مساعدات عينية عليهم في إطار تخفيف الأعباء عنهم بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية. شعب وقيادة وشرطة، إحنا وكل فرد حبك علينا بلدي فرد. أطباء قطاع الخدمات الطبية في مختلف التخصصات باشروا عملهم في الكشف على أهالي القرى الذين أقبلوا على القوافل الطبية للحصول على رعاية صحية تقدمها لهم، مع صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان من صيدلية مصاحبة لتلك القوافل. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. طبعا احنا سعداء النهارده بالزيارة دي وبالقافلة دي، ونتمنى إن شاء الله إنها تتكرر. لا، حاجة كويسة وحاجة حلوة والله، وتشرفنا بيهم النهاردة والله. وفي جانب آخر جهز لهذا الغرض، تم توزيع المساعدات العينية التي تم إعدادها مسبقاً بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية على المواطنين في إطار تخفيف الأعباء عنهم، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، من ارتداء كمامات واقية إلى التباعد. وتستمر وزارة الداخلية في مشاركتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة من منطلق حرصها على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، بخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً في القرى والنجوع والأحياء. رسالتهم ربنا ويحيى مصر ويحيى السيسي. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.